ووصول المعازيم لبيت العروس نريد شاهد المزيد من التفاصيل. بالأمس شارك والد نارين بيوتي شمار دحمارة بوست جديد على صفحته بالإنستغرام، كان هذا البوست مع أخته ومع بنته شيرين بيوتي، وهذا الشيء اللي خلى الجمهور يتوقع إنه عيلة نارين بيوتي بلشوا يجوا لدبي مشان يحضروا حفلة خطوبتها اللي راح تقام بعد 3 أيام. أيضا الجمهور أشاد بأناقة والد نارين بيوتي وإنه أناقته بتشبه للرجل الإيطالي. أيضا البعض من الجمهور شاف إنه في شبه كتير كبير بين جلال ووالده. أيضا شارك خطيب نارين بيوتي رامي ستوريات على صفحته بالإنستغرام. شلون طعمه؟ very good. كوكرات؟ good. not vanilla. okay. good. that's important. انت قصيتي علي، قلتي لي شكلك انه it looks like vanilla. oh mango. flavor yeah. thank you. can I get banana? banana. شو؟ والله؟ بناخذ عليهم. احنا جايين ناخذ دائما نشيل اي شيء غريب لازم هو اول واحد. اه اتس جست لايك فانيلا.